بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. إلهي بأم هذا سكالة تبارك وتعالى إن السوق عرسيي دماتك بيش رمضان مناسبة دائدة أي وحا نقود تهنيدين يا ونقوها مبليين يا دمان مسلمين تا عالم كا كرهان ومد الصوماليات ميلي تشوغان با وفرحت يريرين النبي جاء نصيد نوشيك صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان روحي صومنا بشهر رمضان لو فرح بوليه هاي فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه مركو أفره وصونكو أرماضه وفرحة لو أرماض بوكو فرحة يو عباداتك إلهي أرما استرايا وافتشي يخيرك وقتي وكو فرحة مركا لنا وفرحة يو إلهي حلاشة أبني يطيباتك يوحيالها في عن تانا وكو فرحة مركا لبادة او فرحة ومركو ربكي لكل متبارك وتعالى او هلو أبال قدكي أجركي صونك مركا وفرحة هي دماشاد وي تهني يداس فرحة عيدة هي دماشاد كذا وحا لصعوتا مروا البروحة مؤمنكا عبادة الله بكتيرا تبارك وتعالى رمضان كي مركو ينور دمادي وحالي نوتشي دي إنو صلاة عيدة تكنو مالنكا عيدة وحالي نو قولا دينا اسكا تماشادنو عياراتك عيارها مباحة اسكا بنان العيارو عيالك إيو دومرك إيو توسيع الله سمييو ومالن فرح سيد النبي كبير صلى الله عليه وسلم سومو أغيت مانتا إني تها عيدة ندي ومضول بعيد بيلادة هاي مانتا وا عيدة ندي بو النبي صلى الله عليه وسلم قبله دربانك قرعي نبي أكسي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر عن أنتي وحوغا يرق عبسيي أو نبي كل صلى الله عليه وسلم ده ومدول بعيد بيلاده هاي ما أنت وعيد النبي بنبي صلى الله عليه وسلم مركا عبادة ده صلاة ده إيه دماشاتك إيه فرحات ده إيه دبال دقاس إلهي إنوشي ده تبارك وتعالى إيه نسوق التهنية دينينا وحن لنا هاي إلهي تبارك وتعالى عمل كاني الله أقبله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيدكم مبارك وسعيكم مشكور وحمضا إنا براروشيو وان كلمة التهنية دي إيو عن رأيو انت بنا وحا لعدا فرحة عيدة يدماشات كذا إن خلدات بدن لدح قليو عيارها لقليو وحن مناسبة هين meelo la sameysto kilaabiyo habeenkii malaahi habeenkii la isugu yimaado dhalinyarada iyo wiilashu gabdhaha iyo wiilashu meeshaasi habeenkaasi munkaraad badan ka dhacaan arimaha noqki tiimamkan dadka fasaadiyo oo muxuu ahaay ay shaqeystaan oo meelo intay kireystaan ay dhalinyarada lacag ka urursadaan waxyaalaha soo dhan waa runtii waa wax loo baahan yahay in laga digtoonaado ilaahaygii aan ramadaan caabudaynay tabaaraka wa tacaala ramadaan markaan ka baxnay inaan markiiba caasino oo aan dambi ka galo oo aynu ka fogaano waxay ka dhigan tahay boqol soon oo bakhti ku afursaday soomaalidu dhihi jirtay muddada dheer baad cibaadaysanaysay ilaahay raalli gelinaysay dambidhaaf weydiisanaysay markaad sidaa u afurtayba oo aad afurtayba inaad yacni khaladaad iyo damaashaado oo si ilaahay usan raalli ka ahayn lagu damaashaado arintan halaga iska taxadaro halaga taxadaro hal iska ilaaliyo ramadaan dhexdeeda ilaahay baan caabudayna ramadaan hadii laga baxayna xilli walba ilaahay inaan caabudno oo nuridihiisa ilaalino oo amarkiisa ilaalino oo sharciigiisa ilaalino ayaa loo baahan yahay sida ilaahay yiri wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin rabbiga caabud amarkiisa yeel atiic ka dambe raali kali ila geeridu kaaga iimaanis marka arintan waan ka digayaa oo waxaan leeyahay munkaraadka maalmaha ciidda dhaca hal iska ilaaliyo ilaahay tabaaraka taala yaan laga cadeysiinin markaleba waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka taala saxiigi iyo dadaalkii bisha ramadaan quraankii quraan akhriskii
صانكي صلاته لا تكني عبادتك فرح بدنا صدقاتك عمرتي خيرك بشي رمضان لسميني إلهي تبارك وتعالى هنا أقبله إلهي تبارك وتعالى شنا يقبل كده هنا قد يقو يرضيه سه أقبل بحرمه مسترنا إلهي نجسي تبارك وتعالى رمضان ككن كحجنا إلهي نجسه عليه إنه آه نال ونبض قبنا وعافيمات قبنا الله ينقصه عليه رمضان كحجة جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.